في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي انتشر تسجيل مصور للرئيس الأمريكي جو بايدن يقول فيه إن إيران ستمتلك السلاح النووي. صحيح أن هذا لم يكن تصريحاً رسمياً، كما إنه لم يكن بسياق التأكيد القطعي، وإنما غالباً في إطار التحذير، لكنه ينسجم والسياق العام لتوجهات الإدارة الديمقراطية حيال إيران بالمجمل وملفها النووي على وجه التحديد. وقتها كان الرئيس الأمريكي في زيارة إلى كاليفورنيا للقاء أنصاره هناك، وهناك ظهرت ناشطة إيرانية لتسأله: هل تعتبرون أن الاتفاق النووي بحكم الميت؟ أجابها بايدن: نعم. فتابعت الناشطة قائلة: إذن لماذا لا تعلنون ذلك؟ إنهم لا يمثلوننا يا سيادة الرئيس، فلا توقعوا معهم أي اتفاق. ليرد بايدن بأن القصة معقدة ويضيف: نعرف أنهم لا يمثلونكم، لكنهم سيمتلكون السلاح النووي. من المهم ذكر هذه الحادثة لفهم كيف تجري الأمور في الولايات المتحدة بما يخص البرنامج والتفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني. أما المناسبة فهي إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن طهران تحتاج إلى أيام فقط لإنتاج القنبلة النووية. كولين كال وكيل الوزارة لشؤون السياسات قال اليوم إن إيران أحرزت تقدماً لافتاً في برنامجها النووي منذ خروج الولايات المتحدة من التفاهم المشترك عام 2018، وأكد أن طهران التي كانت تحتاج لـ 12 شهراً من أجل إنتاج قنبلة نووية عام 2018، أي تاريخ تمزيق ترامب الاتفاق، تحتاج الآن إلى 12 يوماً فقط. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ غالباً سيضع هذا المسؤول في البنتاغون إجابته بسياق غير رسمي وفي إطار المبالغة في التحذير، تماماً كما فعل رئيسه بايدن قبل 5 أشهر، إلا إذا كان مستعداً لفضيحة سياسية وكارثة في العلاقات الخارجية وتفجر مدمر للأمور في الشرق الأوسط. مؤكداً أكد طبعاً كال أنه لا يعني ما يقول أو أكد البعض، لكن ما سر العودة لهذه السيمفونية؟ سيمفونية التخويف من اقتراب إيران من إنتاج السلاح النووي التي كانت قد راجت وبقوة مع تسلم الديمقراطيين الحكم في أمريكا مطلع العام 2020. وقتها لم يبقى مسؤول في الإدارة الجديدة ولا وسيلة إعلام داعمة للحزب الديمقراطي في أمريكا ولا منصة ممولة من إيران في الشرق الأوسط وغيرها إلا ورددت هذه التحذيرات. إيران باتت قريبة من الحصول على القنبلة النووية. إيران تكاد تنجو أو تنجز نسبة تخصيب اليورانيوم اللازمة لإنتاج السلاح المحظورة. القنبلة النووية ستكون بيد إيران خلال عام، بعد ذلك قالوا خلال أشهر، واليوم فإن المسؤول الأمريكي يقول بعد أيام فقط. فما سر هذه التصريحات وما هو سببها؟ هل هي مقدمة وتمهيد لعودة أمريكية لطاولة المفاوضات السداسية كما تريد إيران، ولتخويف حلفاء أمريكا في المنطقة بما فيهم إسرائيل من مغبة عدم توقيع اتفاق نووي جديد، أم إن الأمر بالفعل على هذا النحو وأن طهران استفادت من طرد المراقبين الدوليين وتعليق عمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تسريع عمليات تخصيب اليورانيوم وبالتالي الوقوف على غتبة السلاح النووي؟